حيكون ديو مغربي مصري فيه اللهجة المصرية واللهجة المغربية، كل واحد وهويته. وفي الآخر يعني حيكون في نايس ميوزك فيديو، وإن شاء الله أتمنى يعجبكم. فعلا الموضوع أنه أغني أغنية مصرية شوي مؤجل، لكن أنا طبعا أرحب بالفكرة 100%. وزي ما رديت على الأخ أو الأخت أنه أنا أتشرف أغني باللهجة المصرية. أول شيء أنا يعني أفضل أنه الفنان ينطلق من بلده، ويعني من أنا عربي في الآخر، لازم أنطلق من بلدي. شكرا. لازم أنطلق من بلدي وبعدين أنطلق من مصر وبعدين نفكر نشوف أمريكا وفرنسا. فأنا أفضل أنه أغني لأهلي، أهلي اللي هم العرب مش بس المغرب. تامر حسني سوفار ما فيش حاجة، سوفار ما فيش، بس هو صديق عزيز وبحبه كتير وبحترمه وبحب أعماله كتير. إن شاء الله بفيديو كليب فكرة جديدة وموضوع جديد، كما قلت بنفس البساطة، بساطة الكلام، هي من ألحان وكلمات نفس وتوزيع نفس الشخص جلال الحمداوي، الأستاذ جلال الحمداوي. وفي إن شاء الله مشروع السينما إن شاء الله بعد اختيار المشروع السائق، في حاجات كثيرة إن شاء الله.